النهارده او امبارح كان في عيد ميلاد طبعا يعني اتنين من نجوم النادي الاهلي ومن الجهاز الفني، الكابتن سامي قمصان محمد مجدي قفشه. من هنا برنامج الاشبال بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. كان النادي الاهلي النهارده يعني قبل السفر كمان والذهاب للمطار، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ عمل حفله كده او تورته للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، يعني اللي بنقول لهم من هنا كل سنه وانتم طيبين. وكان لينا تقرير كمان يعني اختصوا بيه برنامج الاشبال من جنوب افريقيا، نشوف كلام مجدي قفشه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل الشكر للكابتن اسامه حسني، كل التحيه والشكر لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معنا احد نجوم النادي الاهلي النهارده بيحتفل بعيد ميلاده، كابتن محمد مجدي قفشه. مبروك التاهل لمباراه النصف النهائي ومبروك النهارده عيد ميلاد ده، كل سنه وانت طيب. حبيبي وانت طيب، والحمد لله طبعا على الصعود ده اهم حاجه، وطبعا مبسوط جدا بالاحتفال اللي اللعيبه لسه عملوه لي ده والكباتن، فالحمد لله. يعني كابتن اسامه بيقول لك كل سنه طيب، كل الاشبال ورسائل عايزين نقولها لكل الاشبال وكل الناشئ بيتابع قناه النادي الاهلي وبرنامج الكابتن اسامه حسني. كابتن اسامه ربنا يخليك طبعا وهو طيب، طبعا الاشبال كلها ربنا يكرمهم، وبقول لهم ان هم في نعمه وهم في نادي كبير، اتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى من كل لعيب يعمل اللي عليه عشان يطلع يلعب في الدرجه الاولى. كل واحد بيلعب في النادي الاهلي لازم يمسك في الفرصه، ولازم يبقى مبسوط اللي هو في حته زي كده، هو في نعمه ومش هيحس بيها غير لو سابها. فاتمنى لهم كل التوفيق، واتمنى لهم ان هم كلهم يبقوا لعيبه رجاله وربنا يكرمهم ويطلعوا يلعبوا في الفريق الاول، ان شاء الله نشوف لعيبه كتير الفتره اللي جايه باذن الله. قفشه واحد من اللعيبه اللي عارف قيمه النسر ده، عارف قيمه النادي الاهلي، ودايما في كلامك بتقول انا حققت اكبر حلم في احلام حياتي ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي. طبعا بص الحمد لله رب العالمين، طبعا بص انك تلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، وده كان حلم من زمان جدا والحمد لله حققته، وافضل كل مره اقول الكلام ده لاي حد يلعب في النادي الاهلي يتمنى ان هو يبقى موجود بس جوه النادي، وانا دي وانا نعمه، وانا دلوقتي في نعمه، فهفضل ماسك فيها بايدي بسنان ان شاء الله لان ابقى موجود مدى الحياه في النادي الاهلي ان شاء الله. عايز ارجع باول بدايتك مع الكوره، بدايتك كانت في نادي انبي ولا كان في مرحله قبل انبي؟ لا كنت بلعب في مراكز الشباب عندنا في البلد، وبعد كده رحت بيبسي قعدت اسبوعين، وبعد كده رحت انبي، الكابتن عماشة خدنا وداني انبي، وكانت بدايتي في انبي يعني. بعد كده رحت بقى الرجاء 6 شهور اعاره وانا عندي 17 سنه، رجعت انبي لعبت تاني، بعد كده رحت بيراميدز، وجيت بقى السنه دي الحمد لله على الاهلي. في مرحله الناشئين بتبقى في مواقف صعبه، يعني ممكن يعني ممكن توقف طريق او مسيره لعب كوره، هل انت عانيت من حاجه زي دي في بدايه امرك في الكوره، ولا يعني الامور كانت ماشيه الحمد لله؟ لا الحمد لله كانت الامور ماشيه كويسه، بالاخص الواحد كان من ناشئين النادي والناس كانت بتحبه، والواحد كان مميز في الناشئين، فعشان كده الحمد لله يعني الدنيا كانت ماشيه كويس الحمد لله، فكل حاجه في انبي كانت كويسه الحمد لله. نادي انبي يعني ليه فضل عليا، هو اللي رباني 11 سنه. فاكر اول مكافاه حصلت عليها وانت في الناشئين كانت ايه؟ طبعا كانت 5000 جنيه بس اول مرتب كان 120 جنيه. كنا ساعتها رحنا بقى في منتخب القاهره لعبنا بطوله وخدنا مركز ثالث، فالبطوله ساعتها خدنا الفلوس دي يعني. كلمه تقولها لكل ناشئين النادي الاهلي وكل ناشئين مصر؟ اتمنى لكل ناشئين مصر التوفيق، واتمنى لكل ناشئين الاهلي اللي هم يبقوا لعيبه رجاله والنعمه اللي هم فيها اللي هم في نادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه نشوف لعيبه كتير عندنا في الفريق الاول، ونتمنى ان شاء الله ان في لعيبه كتير كويسه كمان في الاهلي. انا اتفرجت على ماتشات الناشئين على قناه الاهلي، في لعيبه كتير كويسه، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، بس اهم حاجه يحس بالنعمه اللي هو فيها ويمسك في الفرصه لما تجيله، لان الفرصه ما بتجيش كتير، وزاد عندنا في النادي الاهلي انت عارف في لعيبه كبيره كتير وفي لعيبه كويسه كتير، فلما تبقى صغير وتكمل وتطلع الفريق الاول وتلتزم دي حاجه كويسه، وتطلع تلتزم وتنضبط دي اهم حاجه. كلمه كبيره انا بختم بيها، وانت بتقول عندنا واحد من اولاد النادي، بتتكلم بنطاق ان انا عندنا خلاص اللي بيدخل جوه النادي الاهلي خلاص بيتربى بيتصبغ بصبغه النادي الاهلي. بص اصل انا يعني انا لسه بقالي 6 شهور، لكن انا اعرف اللعيبه كلها واللعيبه كلها اخواتي، فبصراحه ما حسيتش في يوم من الايام ان انا مثلا جاي لسه جديد او جاي لسه هشوف اللعيبه، حتى المدربين يعني اللي انا ما كنتش اعرفهم وعلاقتي بيهم قويه، لا علاقتي دلوقتي كويسه وفيها احترام وفيها ود وفي التزام، بس بحدود، كل واحد ليه مكانه وكل واحد ليه اسمه، وانا بعرف حدودي كويس، فبعرف اتعامل مع كل واحد يعني بقيمته، يعني كل واحد بطبيعته، كل واحد بشخصيته، ما بزودش على حد، فاهم؟ فالحمد لله طبعا، فالحمد لله يعني الحمد لله. شكرا كابتن، وكل سنه وانت طيب يعني، ومزيد من الاعوام في تالق ونجاح باذن الله. احلى عيد ميلاد في حياتي والله حبيبي، ربنا يخليك. الله يبارك فيك، شكرا حبيبي قلبي، ربنا يخليك.
كابتن اسامه ده كان لقاءنا محمد مجدي قفشه امبارح بالامس عقب لقاء الاهلي وصن داونز. مستر ريني فايلر قال بلدي مصر واتكلم بروح الانتماء. النهارده قفشه بيقول عندنا في النادي الاهلي هي دي روح الانتماء اللي دايما بنتربى عليها في النادي الاهلي، وهي دي الرساله اللي دايما لازم توصل لكل ناشئ، الانتماء ثم الانتماء ثم معرفه اسم وقيمه كيان النادي الاهلي. اتفضل كابتن اسامه اليك الكلمه مره اخرى. بنشكر زميلنا فاروق صلاح على هذا اللقاء مع محمد مجدي قفشة اللي وجه رسائل مهمة جدا 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 لولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كل ما بيتكلم بيقول عندنا في النادي الأهلي. محمد مجدي قفشة بقاله شهور في النادي الأهلي، ما عادش سنين أو خرج من قطاع الناشئين، لكن بيتكلم عندنا كأن النادي الأهلي بيته. هو فعلا من أول لحظة انضم فيها في النادي الأهلي، وتحس إن محمد مجدي قفشة يعني روح الفانيلا الحمراء جواه، دخل جوه الفرقه بسرعه، ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، بالرغم انه ما شاركش امبارح، لكن تحس انه واحد الفرحه كانه شارك في اللقاء وكان اساسي بالظبط، هي دي روح الجماعه اللي احنا بنتكلم عنها. رساله مهمه جدا لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي من محمد مجدي قفشه، لما بيقول لهم كل واحد فيكم بيلعب في نادي كبير، انت في نعمه، مش هتحس بالنعمه دي غير لما بتسيبها. كل واحد لازم يشتغل، كل واحد لازم يعني يدي أقصى حاجة عنده علشان تكون دايماً موجود في النادي الأهلي. أكيد دي رسالة مهمة من نجم كبير، يعني واحد زي محمد مجدي قفشة ما شاء الله يعني شارك مع النادي الأهلي من أول ما جه ليحرز أهداف، كمان انضم لمنتخب مصر، وكمان تكون السنة دي إن شاء الله فتحت خير عليه كمان من خلال البطولة الأفريقية اللي فيه لعيبة في النادي الأهلي لسه ما حققتهاش. يعني لازم يكون البطولة الأفريقية هدف للعيبة اللي انضمت للنادي الأهلي أو جديدة ولسه، زي حسين الشحات، زي ياسر إبراهيم، زي متولي، زي محمد مجدي قفشة، يعني مش عايز أنسى حد من اللعيبة، زي أحمد الشيخ، كل لعيب من اللعيبة دي، زي مصطفى شوبير كمان اللي احنا يعني كنا يعني بنسنده بندعمه، واحد من الناشئين اللي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وكان موجود أيضا في هذه المباراة مع من ضمن الحراس الثلاثة للنادي الأهلي. فالنادي الأهلي يعني رسالة مجدي قفشة كل واحد يشتغل وكل واحد يتعب، واعرف انك انت في نادي كبير وعليك مسؤولية، والفرصة لما تيجي لازم تكون جاهز، دي مهمة جدا. يعني ولادنا في قطاع الناشئين اكيد الفرصة هتاخدها، اكيد هتجيلك فرصة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، ممكن تكون في تمرينة، ممكن تكون في مباراة، ممكن تكون في مباراة رسمية أو ودية، لازم تكون أهم حاجة مستعد كويس. وزي ما احنا شايفين دي لقطات الجهاز الفني كله طبعا، وكل اللعيبه ديانج وباجي اللي بقاله ايام ودخل كانه لعيب قديم في النادي الاهلي بقاله سنين، كابتن سامي قمصان ايضا يعني برضه اللي بنقول له كل سنه طيب، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، ينكن مدرب حراس المرمى ما شاء الله اللي عامل كمان شغل رائع مع محمد الشناوي، وفرحته كمان بعد احراز النادي الاهلي الاهداف. الروح دي والجماعيه دي ما بتجيش من فراغ، هي دي روح الفانيلا الحمراء، وهو ده دايما النادي الاهلي على مدار السنين، اي لعيب بيدخل بتلاقيه دخل بسرعه داخل فريق النادي الاهلي، علشان كده بقول لحضراتكم هي دي الجماعيه في النادي الاهلي. لكن رسالتي بقى انا لعيبه النادي الاهلي، كل ما بتقرب على السبق او على نهايه المشوار لازم يبقى فيه تركيز اكبر، لازم يبقى فيه تعب اكتر، لازم يكون فيه اخلاص خارج الملعب قبل داخل الملعب. إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية متبقي حوالي 50 يوم 51 يوم على مباراة الوداد اللي هتكون في الدور قبل النهائي. اللعيبة محتاج تركز، محتاج تحافظ على نفسك، محتاج دايما يبقى عندك الهدف بتاعك رسمه كل يوم عندك، هي مباراة الوداد في الدور قبل النهائي.